ونادى وإن ده غالي ويهون عشانه العمر لو غالي الأقصى نادى وإن ده غالي ويهون عشانه العمر لو غالي رافض أشوف الغدر حر طالي رافض أدوق الزد وأخويا غريب رافض أشوف الغدر حر طبيب رافض أدوق الزد وأخويا غريب يا رب نولنا الشهادة هناك يا رب وعدنا بذكرك جاك يا رب نولنا الشهادة هناك يا رب وعدنا بذكرك بحلف يا قدس بربي وسماكي لك عودي زي ما ربي سماكي أرض الطهارة وعيسى والرسالات معراج محمد للسبع سماوات ابن عمري 27 سنة أقدر من اللي قاعدين فيه 19 سنة وانت 14 حتى 17 أقدر ليه ليش نعمل أنا شو طالي شو ما بديش تقلق ليش اللي رجعونا عن فلسطين ما رجعونا عن فلسطين أختي استشهدت بيت عمي وأبنها بإجرها وكل من أبوها شوفوا تكمل هالطفل عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب بالدمع طرحة مليون عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب بالدمع طرحة رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين يا رب نولنا الشهادة هناك يا رب اوعدنا بنترجاك يا رب نولنا الشهادة هناك يا رب توعدنا بنترجاك بحلف يا قدس بربي وسماكي لك عودي زي ما ربي سماكي أرض الطهارة وعيسى والرسالات معراج محمد للسبع سماوات رجل ظل دون زوجته وأولاده وطفل يبحث عن والديه وامرأة تبحث عن باقي أطفالها وزوجها الذين لا تعرف عن مصيرهم شيئا وبيوت دمرتها صواريخ الطائرة عشان العمر لو غالي الأقصى نادى وإن غالي ويهون عشان العمر لو غالي أقصانا أقصانا حطوا الكوفية على الراس وخنجر على الخصر والله يا أقصى عقدنا العزم للناصر شربنا الشهادة بنبرد من النيل بمصر كل بيت بشيخ الجراح لا إلنا قصور لا إلنا قصور أقصانا
فلسطين يا فلسطين رح ترجع يا ابو صلاح الدين. بس لو تدرين بس لو تدرين النصر الجاي لك نصر حطين. يهودي دناس القدس طغى وتجبر لما كلاب العالم فيكي وبأرضك عسكر. وعارف اصحاب الارض عمره ما بتخسر مقاوم سلاح الحجر. والله اكبر الله اكبر. القدس لنا والارض لنا والله بقوته معنا. اصمدي يا غزة العزة القاصف بيهون. رح ناخد بدار الشهداء البطل بمليون. إلك علينا هالعهد نحنا ما منخون. انت يا ارض السلام يا بلد الزيتون يا بلد الزيتون. اقصانا اقصانا. اتعرفون من انا؟ انا شهيدة ابنة الشهداء. انا من وقف في وجه الاعداء. انا زهرة المدائن. انا فلسطين. حبيبي واصدقائي القناة، باذن الله انفاق غزة 400 كيلو هتتحول لمقبرة جماعية لجنود العدو. إن الله غالب على أمره. كل دقيقة وكل ثانية في شهيد أو جريح من أبناء فلسطين. قتل جماعي للمدنيين العزل. انتهاك لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. والغرب بينظر مبتسم وبيدي الحق للإبادة الجماعية للمدنيين. لا حول ولا قوة إلا بالله.